أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله من أفضل الناس؟ من؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم مخموم القلب صدوق اللسان. مخموم القلب صدوق اللسان. لشرح الحديث قالوا هنا العربية تجاوزت الصحابة فاتتهم. بدليل قالوا صدوق اللسان عرفناه فما مخموم القلب. هذاك الصدوق تاع اللسان عرفناه، يعني الرجل صادق في كلامه ما يكذبش. صدوق اللسان عرفناه فما مخموم القلب؟ قال مخموم القلب الذي لا إثم فيه ولا غل ولا حقد ولا حسد.